قام معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 بزيارة ميدانية تفقدية صباح اليوم إلى مركز التطعيم الجديد في مجمع سترة التجاري، وذلك للوقوف على الجاهزية العامة للمركز بمناسبة إضافته لشبكة مراكز التطعيم الموزعة في المملكة. ضمن خطة عمل صحية ممنهجة تتواءم مع أهداف الحملة الوطنية للتطعيم، واستيعابا لواقع الزيادة المضطردة الحاصلة في أعداد المسجلين لمواعيد أخذ التطعيمات، عمد إلى تحويل مجمع سترة التجاري إلى مركز معتمد للتطعيم، ليصبح أول مجمع شرائي في البحرين يتم تخصيصه لغايات أخذ اللقاحات الخمس المختلفة التي تم إجازتها من قبل الجهات المعنية، ليصار بعد ذلك إلى إعطائها للمواطنين والمقيمين على حد سواء، كل حسب اختياره. والله الخطوة على أساس نحن مركزين على التطعيم بحيث نطعم أكثر الناس إن شاء الله قبل رمضان، بحيث أن يكون عندنا بعدين فتحة في رمضان يكون المطعم يقدر يساهم في كل النشاطات. اللي غير مطعم يقعد في بيته أحسن حتى يحمي نفسه ويحمي المجتمع. التنظيم حقه رائع، والشباب والبنات طبعا اللي اشتغلوا في المكان يعني يبذلون كل جهدهم ويتعاملون مع الناس بلطف وحرفية. مركز تسوق تجاري تم تدعيمه بالإمكانات الفنية والمستلزمات الطبية الحديثة، فضلا عن توفير كوادر وطنية صحية ذات كفاءة وقدرة عالية في استقبال أعداد كبيرة من الراغبين في أخذ اللقاحات وإتمام ذلك بصورة سلسة وآمنة. بعد أن تصل للمسجلين الذين تنطبق عليهم الشروط رسائل نصية تدعوهم للتوجه إلى مجمع سترة التجاري بحسب المواعيد المحددة لكل شخص، بعدما أضيف المجمع إلى شبكة مراكز التطعيم الموزعة في المملكة. تم تجهيز مركز سترة التجاري أو مجمع سترة التجاري ليكون إحدى المواقع اللي يتم فيها إعطاء اللقاحات بسهولة ويسر، وفي أماكن يسهل الوصول إليها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمواطن والمقيم. فتم تجهيز عدد من الصالات استباقيا بأعداد تكفي مجموعات من الناس لتقديم اللقاحات في مواقع مختلفة مثل لقاح فايزر بايونتيك ولقاح ساينوفارم. تم تجهيزه بطريقة تضمن التسجيل والتوثيق والمتابعة وإعطاء اللقاحات بشكل يضمن السلامة والمأمونية والمتابعة بوجود غرف للملاحظة. الحمد لله، الحمد لله، هذه نعمة من الله أنه متوفر عندنا في البحرين وما قصرت الدولة. والله العظيم يعني أنك أنت في دول كثيرة الواحد ينتظر وكل حاجة. أنا سجلت يمكن عشان يمكن عمري، سجلت أول أمس وعطوني اليوم على طول. أشكر فريق البحرين وجهاز التطعيم في وزارة الصحة والقائمين على هذا المركز، صراحة تنظيم جدا راقي، المكان نظيف وسهولة الوصول له، وحين أنا أنتظر دوري في التطعيم. وصراحة أنا يعني سعيد أن البحرين منظمة مقارنة بالدول الأخرى بهذا المستوى. جهود حكومية تبذل لتوفير التطعيم بمختلف المراكز الطبية في البحرين تعزيزا للإجراءات الاحترازية ضمن الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لمواجهة الجائحة على المستويات كافة. الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا يسعى دائما إلى إقرار الخطط وقراءة الوضع الصحي في المملكة في ظل تداعيات جائحة كورونا وما يتطلبه من تحرك مستمر وجهد لعمل مدروس يصب في خانة احتواء الوباء والحد من خطورته التي تستهدف الأمن الصحي في المجتمع. لتلفزيون البحرين، محمد الشيدات.